لا شك احنا فتحنا في حلقات يوم الاثنين ملف وناويين نكمل فيه، وهو الملف الخاص بمسألة الأخلاق والتنشئة وإزاي نقدر نعيد الأمان مرة تانية من ملف مهم جدا جدا في حياتنا، وهو الأمان المتولد من إن احنا نحس إن احنا عندنا حصن ممكن نقدر ندخل فيه، وهو حصن الأخلاق، حصن القيم، حصن التربية الحسنة، التربية الموصولة بالله سبحانه وتعالى. لكن خليني أقول لكم، ما فيش حد فينا إلا وحاسس إن في مشكلة أخلاقية في المجتمع، ما فيش حد فينا إلا وحاسس إن الأجيال بدأ يبقى عندها مشكلات بتظهر في تصرفاتها. وإحنا عايزين نتكلم على ملف الأخلاق مش بس فيما يتعلق بتربية الأطفال بس، إحنا عايزين نتكلم على ملف الأخلاق في كل مناحي حياتنا، نتكلم على الأخلاق عند الأطفال وكمان الأخلاق عند الشباب، وإزاي نقدر نعيش بأخلاق ممكن تخلي حياتنا أسعد. خلينا أقول لكم إن إحنا في الفترة السابقة، ممكن نخليها في 100 سنة اللي فاتت أو في 80 سنة اللي فاتت، حصل إيه؟ حصل حاجة كده غريبة خلت الأخلاق عندنا بعافية، حاجة ممكن الناس ما تلتفتش إليها قوي. فاكرين أنا اتكلمت كتير عن التدين الكمي، اتكلمت عن تدين الصورة، تدين الأجسام مش تدين القلوب. التدين الكمي ده بيقول إيه؟ وهو ده اللي حصل خلى ناس كتيرة بدأت تفقد الثقة في الأخلاق الدينية. ليه؟ التدين الكمي أو تدين الصورة أو تدين الجسد بيقول قاعدة غلط في التدين، بيقول إيه؟ أو غلط في التربية وغلط في الأخلاق. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والسيدة عائشة لما تصف حضرة النبي تقول كان قرآنا يمشي على الأرض. إزاي حالة قرآنا يمشي على الأرض وإزاي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تحصل؟ مش هتحصل بطريقة التدين الكمي اللي هي إيه؟ إن يخليك أعمل سلوكيات وحط عليها الشعار الديني، والسلوكيات دي هي اللي هتخلي قلبك كويس وموصول مع الله، مش هي دي الطريقة. يعني إيه؟ تظهر بمظهر التدين ده يخليك صاحب أخلاق. إيه ده؟ هي مش الأخلاق سلوك؟ لا، الأخلاق مش سلوك وبس. يعني الأخلاق مش سلوك بتعمله زي المظاهر اللي بتحصل كده. الأخلاق في حاجة قبل ما بتروح تصلي لازم تكون في قلبك قبل ما تروح تصلي، في حاجة قبل ما تبتسم في وش أخوك لازم تكون قبل ابتسامتك ليه، وإلا هو الابتسامة دي مش هتحدث التأثير الإيجابي في قلبه وهو الأمان. يعني لما حضرة النبي قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ما كانش وتبسمك في وجه أخيك تعالي عليه بأن أنت أكثر تدينا منه، خد ابتسامة هي لأن أنا مسلم ومتدين وما عرفش أنت تستحق الابتسامة ولا لأ. إيه ده؟ طب ده السلوك ده سلوك جيد، بس السلوك ده مش هو ده الخلق، ده خلق مبطور، خلق مجزوء، لان كان في معنى قبل السلوك لازم يبقى موجود. طب ولما المعنى ده مش موجود السلوك ما بيقديش اثره، وتحس الناس ان هي مش حاسه ان هي بتتعامل مع حد من اهل الاسلام او من اهل الدين او من اهل اخلاق حضره النبي، هي شايفين ان هو بيسلك سلوك ورد في الحديث بس اكيد في حاجه ناقصه. طول الوقت الناس بتقول اكيد في حاجه ناقصه، راجل شكله كده متدين، هي لابسه زي باين عليها ان هي متدينه، وهو شكله ومظهر ان هو متدين، هو شكله بيروح الصلاه بيروح يصلي، بس احنا حاسين ان في حاجه ناقصه. هو ده بقى، ان احنا ابتدينا في الاخلاق بايه؟ بالسلوك. امال الاخلاق نبتدي فيها ايه؟ بحاجات تانية. تعال اقول لكم يعني ايه خلق عشان تقدروا تفهموا. الخلق 3 حاجات، الخلق قيمة ومعنى، يبقى الخلق قيمة ومعنى. بيزق الخلق ده والقيمة والمعنى نية عشان تتحول القيمة والمعنى ده إلى سلوك. يبقى إيه اللي حاصل؟ كده زي ما كده بتترسم، يبقى عندنا هو مثلث، يبقى عندنا القاعدة بتبقى قيمة،
يبقى الخلق اهو قيمة، بتدفع القيمة دي النية عشان القيمة دي تتحول إلى سلوك كده. يبقى إيه؟ قيمة تستخدم فيها النية عشان تتحول إلى سلوك. القيمة والسلوك دول اللي قال عليهم حضرة النبي الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. يعني لما توجد نية هتتحول القيم اللي جوانا بالشغف إلى سلوك. يبقى أول حاجة لازم نبتدي بالقيم، أول حاجة لازم نبتدي بالإيه؟ بالقيم. فنعلم أولادنا القيم. يبقى الست سنين أو السبع سنين الأولى في حياتنا بنعلم أولادنا القيم. وتعالى أقول لكم شوية تتأملوا فيها. حضرة النبي قال علموا أولادكم الصلاة لسبع. هو معقولة هنفضل سبع سنين بنعلم أولادنا الصلاة؟ يعني إن هو يقوم ويركع ويسجد وبينهم جلوس؟ لا، مش أكيد مش هو ده. وفي الآخر في تشهد أخير وفي تشهد أول. هل ده هو ده المقصود إن احنا بنعلم أولادنا الصلاة؟ لا، ده احنا بنعلم أولادنا قيمة الصلاة في الحياة. بنعلمه إن الصلاة صلة بين العبد وربه. بنعلمهم الصلاة باب من أبواب الجنة في الحياة. بنعلمهم إن الصلاة هي التي تغسل القلوب. بنعلمهم إن الصلاة ده كمان الجمال اللي ممكن يكون لنا في حياتنا. بنعلم أولادنا في السبع سنين كل ده. يبقى السبع سنين الأولى في حياة الأطفال بنعلمهم القيم لغاية ما بعد كده يبقوا إيه؟ يقدروا يكونوا مسؤولين عن أفعالهم. الكلام ده كلام مهم، بس احنا ما بنهتمش بده. احنا طول وقتنا بنهتم بالسلوك قبل ما نهتم بايه؟ بالقيم. يعني ايه القيم؟ معاني راقية اذا تحولت الى سلوك اصبح الناس من اصحاب مكارم الاخلاق. هي دي القيم. يبقى معاني راقية اذا احنا التزمنا بيها وحولناها الى سلوك عشنا بمكارم الاخلاق اللي حضرة النبي جه يتكلم عنها. طب ايه اللي بيحول القيم دي الى سلوك؟ ان يجي تيجي النيه وتدفعنا الى ده. انا عايز احول ده الى سلوك، انا عايز اعيش بده، عايز ان القيم دي تتحول الى عيش. هو ده. يبقى المثلث الثلاثه دول القيم اللي بتاخدها النيه وتخلينا مشتاقين وشغوفين ان احنا نحولها الى سلوك. فلما تتحول الى سلوك هو ده الخلق. يبقى اللي هيعمل الخلق على انه سلوك بس ده مش خلق، ده سلوك. يبقى احنا عايزين ايه؟ الشكل المتكامل ده.